احنا بقدر المستطاع بنبذل جهد عشان ان احنا نعمل حاجة تشرف شرفنا كلنا وتشرف بلدنا مصر ما لا شك فيها. البطولة زي ما حضرتك عارف هي بطولة دولية مشترك فيها حوالي 24 لاعبة. البطولة دي دي التجربة التانية لينا في تنظيم بطولات دولية. احنا في ديسمبر نظمنا بطولة للرجال وكان مشترك فيها 48 لاعب من أرقى تصنيف، وفي مارس ما عداش اهو 3 شهور وبننظم بطولة السيدات في التجربة التانية لينا بإذن الله. وزي ما حضرتك شايف يعني الحمد لله الفيدباك او الـ يعني الإفادة عن البطولة من كل المشتركين وكل التنظيم على اعلى مستوى والحمد لله. منظمة اللاعبين المحترفين هي بتتولى تنظيم مثل هذه البطولات، واحنا طبعا قدرنا نحوز على ثقة منظمة اللاعبين المحترفين ومع التجربة الاولى لينا. ويمكن احنا عايز سبقة أقولها، احنا كانت البطولة اللي فاتت اللي هي في شهر ديسمبر احنا كانت أول مرة ننظم بطولة دولية وقدرنا ناخد ثقة منظمة اللاعبين المحترفين ان احنا نعملها بتصنيف بلاتينم من أول مرة. البطولة دي تصنيفها جولد، واحنا مجرد انها بتعلن عن البطولة بهذا التصنيف من خلال منظمة اللاعبين المحترفين بيبقى فيه إقبال وبتبقى البطولة مفتوحة للتسجيل من اللاعبين وبناخد الأرقى تصنيفا لغاية ما بنوصل للعدد المفروض يشترك، وبنقفل بقى باب الاشتراك وبيبدأوا هم يتوافدوا علينا. طبعا مصر بسمعتها العالية اللي هي في الاسكواش جاذبة بطبيعتها لان كل الناس تبدا تيجي تحب تشارك في بطولات بهذا الشكل. والله انا طبعا بشكر كل اللاعبات اللي شاركوا وعلى راسهم اللاعبات المصريات. احنا بيشترك لينا شرف ان يشترك الارقى تصنيفا عندنا رنيم الوليلي دي مصنف رقم 1، نور الشربيني مصنف رقم 2، نور الطيب رقم 3، وبالاضافه لنوران جوهر وبالاضافه لسلمى هاني لاعبه النادي بلاك بول بتشترك في هذه البطوله، والحمد لله ربنا وفقها امبارح والنهارده عندها ماتش تاني ونتمنى لها كل التوفيق. انا بتمنى التوفيق لكل المشاركات. وفي الحقيقه ان البطوله دي هي بتنظيمها الجيد بتخلي كل اللاعبات يطلعوا منها يبقوا بمثابة سفراء يعلنوا أو يكلموا عن مدى التنظيم وحفاوة التنظيم في مصر عندنا. مبسوطة أن أنا بلعب بطولة في مصر بهذا الحجم وبهذا الشكل الرائع الصراحة. إحنا بنلعب تقريبا 11 أو 12 بطولة في السنة، فإن إحنا يبقى عندنا بطولتين أو ثلاثة منهم في مصر دي حاجة تشرفنا جدا، بالذات إن إحنا في الفترة دي كمصريين الحمد لله محتلين التصنيف العشر الاوائل والعشرين الاوائل وكمان الخمسين الاوائل. لو بصيت هتلاقي اغلبيه اللعيبه مصريين، دي حاجه طبعا بتبسطنا كلنا. فده انعكاس للمستوى اللي احنا وصلنا له. يعني احنا زمان انا زمان كنت بسافر ماليزيا سنتين مرتين او ثلاثه في السنه، ده لان وقتها كانت نيكول ديفيد مسيطره على اللعبه ونيكول ديفيد كان بيتعمل لها بطولات وكانت تكسب في بلدها والناس تتفرج عليها، وهم بالطريقه دي نشروا اللعبه اكتر واللعبه فعلا دلوقتي ماليزيا بتنمو يعني في اتجاه ان هي تبقى دوله قويه جدا في سكواش. فاتمنى ان بطوله زي دي والبطولات الثانيه اللي بتعمل في مصر تحط مصر على الخريطه ثاني، وبالعكس تنشر اللعبه اكتر والناس تهتم اكتر بالرياضه بالذات سكواش، وان الناس تبتدي تمارس اكتر عشان نضمن ان احنا في السنين اللي جايه نفضل محتلين الصداره. هي روان العربي ما شاء الله بطله العالم ناشئات مرتين على التوالي، فدي طبعا حاجه تحتسب لها من اكبر الانجازات. يعني انا شخصيا لما كسبت بطوله العالم ناشئات قعدت سنين بقول هي دي الحاجه اللي انا حققتها في حياتي، فاعتقد هي في الفتره دي اكبر بطوله هي تقدر تحققها. برافو عليها ان هي كسبتها مرتين، دليل طبعا هي قد ايه قويه وقد ايه عندها موهبه وعندها حاجات توصلها ان هي تبقى من العشر الاوائل على العالم قريب ان شاء الله. اكيد ما كانتش مباراه سهله، بالذات الشوط الثاني كان النقاط كانت قريبه جدا من بعض، بس الحمد لله مبسوطه ان انا قدرت في الثالث استعيد تركيزي تاني والعب احسن شويه. اكيد بطوله ناجحه جدا لحد دلوقتي وهتفضل ناجحه جدا. اللعيبه من توب 10 بيلعبوا، احسن لعيبه في العالم بيلعبوا في البطوله دي. طبعا احنا يبقى عندنا بطوله كبيره زي دي في مصر دي حاجه كبيره بالنسبه لنا، والحمد لله ان انا قدرت ان انا اقدر العب في البطوله واشارك فيها واعمل ماتشات كويسه. عندنا بعد البطوله دي ان شاء الله بطوله في هولندا اول الشهر، بعد كده عندنا الجونه ان شاء الله في شهر 4،
بعد كده في بريتش اوبن شهر 5، ففي الفتره الجايه بطولات كتير ان شاء الله. بحاول اتمرن في النص على قد ما اقدر واكون جاهزه للبطوله اللي بعدها. طبعا مش بتكون سهل، بس بنحاول نقدر نعمل كل اللي احنا نقدر نعمله، وان شاء الله ربنا يسهل.